السلام عليكم شباب. طبعا رمضان كريم عليكم، أعاده الله عليكم باليمني والبركة، وتقبل اللهم صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل. طبعا وأنا أعتذر بسبب الانقطاع أو التواصل معكم لظروف خارج عن إرادتي. اليوم راح نعطيكم هذه المحاضرة القيمة بالإضافة إلى الضرورية جدا في هندسة النفط، وهي الكيسينج والديزاين كيسينج والسمنتينج. يعني احنا بعد ما حفرنا البير وهيئناه، المقطع يعني حفرنا مثلا في 1000 متر مقطع ذات خواص تقريبا متشابهة. هذا المقطع مثلا يحتوي على طبقة مائية جراند ووتر. هاي الطبقة المائية نريد نحافظ عليها من عمليات الحفر اللاحقة، احتمال ضغط عالي وتتهشم هاي الطبقة وتدخل المود أو الطين حفر لهاي الطبقة وتلوثها. فيحتاج عزل هذه الطبقة. هاي نقطة أولى. نقطة ثانية، احنا نعرف انه كل طبقة لها بور بريشر، يعني ضغط معين. فهاي الطبقة نستخدم احنا طين حفر معين لهاي الطبقة. هذا الطين الحفر نفرض انه المود الدنسيتي مال الطين، الكثافة مالته 12 باوند بير جالون، وهاي الطبقة ال 12 باوند بير جالون يعني قدرنا نسيطر على البير بهذا الضغط او بهاي الكثافة، لأن يعني الكثافة لها علاقة بمن بالهيدروستاتيك بريشر، ضغط عمود طين الحفر لازم يكون بموازاة او بالانس واي فورميشن بريشر. من اذا نبدي نستمر في عمليه الحفر، احتمال نوصل الى مقطع يحتاج الى ان نغير كثافه طين الحفر، يعني نسويه بدل 13 او 14، وبالتالي احنا حافرين طبقه 12 ويحتاج نغير 14، راح يزداد الهيدروستاتيك بريشر طبيعي، وبالتالي احتمال راح ياثر على الطبقه اللي فوقها. فاحنا ايش نحتاج هنا؟ نحتاج لازم نعزل هاي الطبقه عن الطبقة اللي تحتها، وبالتالي نبدي نشتغل بمواصفات طين الحفر تختلف عن مواصفات طين الحفر اللي للطبقة الأخرى، فنحتاج إلى عزل. هاي عملية العزل تتم عن طريق الكيسينج والسمنتينج. فإحنا راح نتطرق اليوم إلى تعريف الكيسينج، وبعدين راح نتعرف إلى فوائد الكيسينج، أهمية الكيسينج، وبالتالي كيسينج ديزاين، تصميم عمود سترينج كيسينج، سترينج عمود الكيسينج. الكيسينج is a large diameter pipe that is sampled and interested in the recently drilling section. يعني نجي احنا سكشن مقطع محفور حديثا، يحتاج انه ننزل بايب لارج دايمتر اند هيل انتو ذا بيس وذ سيمنتي، وهنا راح ندعم هذا السترينج الكيسينج البايب بالسيمنتي بالفراغ الحلقي اللي موجود بين البور هول والكيسينج، مادة ملاط يسمونه ملاط السمنت، اللي هو هذا معروف، يعني مو يعني يشابه الى السمنت العادي اللي نستخدمه، لكن يختلف باضافات معينه ويتحمل درجات حراره معينه، يحتاج الى دعم هذا السمنت. لو نلاحظ هنا هذا البير اللي هذا مانعات الانفجار، هذا البير كان عرضه بهالحجم هذا حسب البت اللي مستخدمه بالحفر، وصلوا الى هاي الطبقه. لو تلاحظون هاي الطبقه اجوا نزلوا هذا الكيسينج البايب وبعدين سميتوه.
سيمتر، وبدأوا حفرة ونزلوا في المقطع الثاني، وكذلك في المقطع الثاني وصلوا إلى معين مدى معين، نزلوا بايب من السطح إلى المقطع الثاني، وأيضا كذلك بدأوا بتثبيته، وهكذا تم حفر المقطع الرابع الثالث ونزلوه بالتسميت، وهكذا إلى أن وصلوا للمقطع الأخير. وهذا المقطع الأخير أيضا نزلوا البرودكشن كيسينج، وهذا يسمونها الكيسينج الإنتاج، وثقبوها هاي التثقيب، وإجا دخل النفط، وهذا نزلوا. وبعدين نزلوا البايب، هذا البايب ربطوه التيوبينج، ربطوه داخل البير، هو تيوبينج للإنتاج، يعني يجي يثقبوا الكيسينج راح يدخل النفط ويطلع عن طريق التيوبينج، وبعدين يذهب إلى الإنتاج. فالغرض من هذا هو الشكل النهائي للبير بعد الإكمال، بعد ما تم تسميك البير ونزول الكيسينج، وبعدين الإكمال هو التيوبينج والعمليات اللاحقة داخل البير، مثلا يحتاج انه يثقبون، او يحتاج انه ينزلون اي اس بي، يعني مضخة لسحب النفط، ومضخة لعملية الغاز ليفتينج، رفع بالغاز، وهكذا. هاي المعدات الاكمال اللي تنزل للبير في النهاية. فالغرض من الكيسينج هو مساحة الطاولة، الغرض او اهمية الكيسينج وانواع الكيسينج. هنا لو لاحظ هنا سيرفس كيسينج، يعني الكيسينج السطحي، انترميديت كيسينج، وبرودكشن كيسينج، وبعدين اكو نوع ثاني هو اللينير اللي ينزل بالاخير، بس راح نتطرق له بالمحاضره. زين، طبعا اهميه الكيسينج يمكن تلخيصها بالتالي، ضروري هنا للحفاظ على هول اوبن، يعني المقطع اللي ما مكيسينه، المقطع اللي حفرناه عن جديد، هذا المقطع حفرناه وكملناه، طبعا منه ومنه عبارة عن الليثولوجي، الصخر والطين والطين الحفر، نهيئة هذا البير، نهيئة لعملية الكيسينج، نسوي تدوير لسائل الحفر بصورة كبيرة حتى ننظف جدران البير، وبعدين ننزل البايب من السطيح الى النهايه للاخير، وبعدين ندخل السمنتنج، والسمنتنج يدخل بالبايب ويطلع بالفراغ الحلقي ويسمت محيط الكيسينج. ويعني يحافظ على الهول اوبن، ويدعم الويك فراكشر فورميشن، الاول يعني الطبقات اللي ضعيفه حتى ندعمها. اذا يترك بدون كيسينج ما كيفينج، يعني يسبب اذا يبني بدون كيسينج بالعمليات اللاحقه راح يسبب كيفينج، كيف يعني دخول او انهدام هذا الجدار البير، وبالتالي نحتاج الى اعاده حفره من جديد، وهذا يكلف وقت ويكلف كلفه زايده ووقت. نتطرق الان للنقطه الثانيه، هي لعزل البورس ميديا والديفرنت فلويد، يعني عزل الطبقات وعدم تلوثها، طبقات مائيه، طبقات نفطيه، ايضا يساهم في عزل هذه الطبقات. يعزل الطبقات السطحيه اللي تحتوي على المي، فريش ووتر زون، الطبقات السطحيه حتى لا تتلوث. زين، هنا النقطه الثانيه، يعزل الطبقات البورس ميديا، يعني الطبقات المساميه اللي طبعا نتوقع بها يكون بايزون، يعني طبق بها نفط، زين، يحقق هاند كيسينج. زين، النقطة الثانية، بروفايد بايزنج فور هيدروكربون، يعني يوفر منطقة لعملية الإنتاج، طريق لإنتاج النفط، وكذلك عن طريق التيوبينج، زين، ويساهم في عملية عبور هاي المواد الهيدروكربونية إلى السطح. زين، هنا يوفر سويتابل كونكشن فور ذا وول هيد، المعدات اللي السطحية أيضا هو المسؤول عن ربط هاي المعدات
عن طريق تربط بالكيسينج. زين، بالاضافه الى عمليات الاكمال، النقطه السادسه يوفر يوفر دايمتر معروف من المفروض. هذا الدايمتر المعروف اللي ننزل منه معدات الفحص، معدات الاكمال الاخرى عن طريق الكيسنج. يعني انه احنا من نجي نحسب ايش قد عندنا معدات راح ننزلها، فلازم ناخذ في نظر الاعتبار قطر هذا الكيسنج زين، حتى يسمح لنا بانزال هذه المعدات السطحيه. زين، يعني احنا تطرقنا ملخص الى عمليه او اهميه الكيسنج. طبعا الكيسنج باختصار هو او النقطه الاساسيه هو لعمليه عزل الطبقات المختلفه داخل البير، مثلا طبقه تحت بورس ميديا، طبقه مساميه نفاذيه نحتاج نعزلها بوحدها حتى يعني حتى نتوقع بها موجود نفط حتى لا يتلوث، طبقه بها مي فريش ووتر سطحي حتى هذا المي لا يتاثر بعمليات الحفر ايضا نعزلها، بعد يدعم جدار البير من الانهيارات وغيرها، يعني وكذلك يوفر منفذ لعمليه انتاج النفط وانزال المعدات وربطها داخل الكيسنج. طبعا الكيسنج انواع بي ستوب بايب، طبعا هذا في مناطق النهر او البحر يسموه كوندكتر بايب، هذا في السطحي، سيرفيس كيسنج، انترميديت كيسنج، برودكشن كيسنج، ولينيرز. زين، هذا اني خمس ست انواع من انواع الكيسنج، يبدا من السطح الى الهدف الى الطبقه المنتجه. زين، ستوب بايب او يعني هذا يستخدم فور اوف شور دريننج بالطبقه بالمكامن المائيه يعني داخل البحار. زين، هذه وهاي ليش نستخدمه؟ يعني نفس اهميه الكيسنج اللي احنا تطرقنا لها، يعني يعزل تايبكال سايز اوف ذا، طبعا مهم رينج فروم 16 36 26 انج الى 42 انج. زين، هذا هو الانج او الدايمتر مال هذا البايب، يستخدم في الطبقات بروفايد سيركوليشن سيستم اوف جريد مود، يعني يسمح لعمليه البول سهل الحفر، بروفايد فيلر اوف نار سيرفز ان كونسوليديتد فورميشن، يعني يدعم او بريفنت يحمي الطبقات السطحيه. طبعا هي ضمن اهميه الكيسنج اللي احنا طرحنا عليه. زين، كوندكتر بايب، كوندكتر بايب رن فروم ذا سيرفيس تو شالو ديب، يعني هذا ينزل بالطبقات القريبه عن السطح. زين، شالو اي، هذا الكيسنج هو اللي يدعم الطبقات الغير القويه. زين، بالسطح سيت اوف شالو ووتر زون بروفايد برودكت اجينست شالو غاز فلو، اذا اكو بالطبقات السطحيه غاز مثل هاي الطبق، هذا الفيلم اللي صار بيه انفجار بسبب ديب ووتر، الفيلم اسمه ديب ووتر من 2010، صار تسرب الغاز في الطبقات السطحيه بسبب انه الكيسنج ما قدر يحمي هاي الطبقات، والسمنت كان بفشل وتسرب الغاز وسبب انفجار وقتل. بروفايد كوندكت تو درينج مود، يعني هاي نفس تقريبا اللي استخدمها اهميه الكيسنج. زين، هذا هو من 26 او 30 انش كوندكتر بايب يوجوالي. زين، سيرفس كيسنج، الكيسنج اللي بالسطح سيرفس كيسنج ران بروفايد كيفنج ويت فورميشن، يعني انا هاي اهميه كل واحد بوحده ما احب، يعني انت اقروا فقط انواعها، انواع الكيسنج والاهميه اهميه الكيسنج اللي العام اللي طرقناها بالبداية. أما هاي الفرعيات يعني هو نفس تقريبا مشابه إلى، فقط أنه هذا السيرفس شنو أهميته جزء من وهكذا. والنوع الثاني طبعا
هاي ذا كيسينج سترينج شو سول ذات يعني هاي نفس ال زين تايبيكال سايز اوف كيسينج هو 13 و3 على 8 زين هذا ال انترميديت كيسينج ايضا هذا اللي هو تقريبا اطول كيسينج موجود انترميديت كيسينج وممكن انه يكون طبق منطقه واحده يعني ننزل كيسينج واحد انترميديت مو سيرفس كيسينج سوينا الكيسينج السطحي وبعدين حفرنا ننزل كيسينج وبعدين الكيسينج مال الانتاج وانتهى اكمال البير لكنه في بعض الاحيان لا نحتاج انه اكثر من مره يعني مره لطبقه معينه هاي انترميديت ننزل وبعدين ننزل انترميديت ستيج 2 وبعدين انترميديت ستيج 3 الى ان نصل للبرودكشن كيسينج بالنهايه زين مره لا ننزل كيسينج واحده وهاي اهميته هاي طرقناها يعني انه شنو فائده هذا الكيسينج انترميديت كيسينج اللي هو اطول كيسينج شو لونج كولوم اوف سيمنتنج اللي هو هنا الانترميديت طبعا the size of casing هو 9.5 على 8 production casing ملت زون production هذا هو النهائي production casing casing النهائي للإنتاج في بعض الأحيان لا نحتاج إلى linear هذا النزلة لأنه linear شنو فائدته يوفر لي linear يوفر لي cost قليل مكان ما انزله من السطح بالنهايه انزل قطعه واربطها بالكيسينج انترميديت وتسمح واقدر اتحكم بها من الاعلى وبالتالي يسمح لي لدخول سايد مكان ما انزل عمود او برودكشن كيسينج من السطح للاسفل وراح يكون يعني كوست عالي ويمكن لللينير انه نغيرها مرور الزمن نشيلها وننزل كيسك ثانيه ونحافظ عليها هاي اللينير زين ممكن في بعض الاحيان تايب باك لينير يعني احنا نزلناها هاي اللينير نزلناها اكو نوع ثاني تايب باك يعني يمكن انه بمرور الزمن اذا صار عندي تسرب للنفط انزل من الاعلى واربطها بيها تي باك كيس سكاب لينير مرة لينير تكون بالشكل هذا سكاب تاي باك لينير بعدين يعني هي الانواع الشائعة هي لينير تاي باك لينير هذا هو النوعين الشائعات لينير يعني هذا لينير ما ينزل من السطح مباشرة يرتبط ويبدي عملية الانتاج تايب اوف لينير طبعا هنا ذن انواع برودكشن لينير تاي باك لينير رينج لينير اوكي سكاب لينير سكاب تايب باك لينير هاي انواع اللينير اللي هي عندنا موجوده ومهمه اللينير زين زين ادفانس اوف لينير اهميه لينير ذا مين ادفانس اوف برودكشن لينير توتال كوست اوف ذا برودكشن سيستم ار ريديوس يعني اهميته انه يقلل الكوست العالي ذا لينث اوف ريديوس دايميتر يقلل الدايميتر يعني مثلا انا ليش اخلي لينير مثلا لو نرجع هنا ايش انزل هنا شوف القطر مال هذا اللينير يكون اقل من قطر الكيسينج للانترميديت كيسينج فهذا الفراغ احتاج انزل معدات ضمنها ليش يعني انا هذا اذا انزل لينير من السطح شوف لو تايب لينير من السطح اللي يكون هنا الفراغ الموجود قليل الدايمتر ماله لذلك احتمال يعرقل لي دخول بعض المعدات هنا فانا شلون حتى يوفر لي دايميتر عالي وبالتالي تكون عنده مرونه في عمليه انزال هاي المعدات والانتاج من البير زين هاي من فوائد اللينير زين ذس ادفانتج لينير بوسبل ليك كروز ذا لينير يعني احتمال يكون هناك ترسيب من داخل اللينير يعني ليك يصير او ديفيكولت اوبتن ذا جود برمري سيمنتنج وهنا يكون في بعض الاحيان فشل في عمليه التسميد لينير اند هول نرو انالس بتوين لينير او فشل صعوبه في الحصول على جود برمري سيمنتيشن
يعني تسميت مضبوط، بس هو مستخدم او يصير ليك. بس اذا كان عمليه جو سيمنتنج عمليه مضبوطه وعمليه اللي قام عليها خبراء، فهاي احتمال نتجاوز هاي الاسم، نتجاوز العمليه الفشل. زين، هاي هي عدم اهميه الليني. هسه راح نرجع الى حتى نبدي ان نسوي كيسنج، ننزل الكيسنج بالهول. لازم احنا نحصل على بيانات ضروريه، البيانات هاي الطبقه، حتى انه راح ننزل الكيسنج. عندنا انواع سمنتنج، عندنا انواع. لازم ناخذ نظر الاعتبار البيانات الحقيقيه اللي موجوده بالبير، حتى ننزل شنو نوع الكيسنج اللي راح، شنو يعني الثيكنس مال الكيسنج اذا كان طبقه، حتى لا حتى ما يصير عنده عمليه انهيار للكيسنج. وطبعا الكيسنج راح من يسمت راح يبقى داخل البير، الكيسنج من يسمت يبقى داخل البير، وبالنتيجه هاي داخل البير شو اسمه، اذا انهار الكيسنج بعد راح يصير عندي فشل بالبير. شلون اقدر اسحب لنا وام كيس بعد بسمنتنج؟ شلون بعد انا اقدر اغيره؟ ما اقدر اغيره. زين، فلازم نحصل على بيانات جيولوجيه، بتروفيزيا، ريزرفر انجينيرنج، هاي كلها نحتاجها حتى ننزل الكيسي. طبعا هنا لازم احصل على بيانات مهمه، بيانات موثوق بها. هاي البيانات الموثوق بها احتاجها في عمليه الكيسي حتى انزل الكيسي. طبعا عندي مجموعه من البيانات، الداتا ومصدرها، هاي كلها من الويل لوج، اوفسيت ويلز، هاي اللي اكو اوفسيت كيسنج سيتنج، وهكذا. زين، المود دنسيتي، ستوك ستاد، يعني اي بي اي، هاي كلها بيانات احتاجها حتى انزل احدد الثيرمال فاكتورز، العوامل اللي من خلالها اقدر انزل الكيسنج. زين، درجة تهديد البايب، يعني أهم شيء راح ناخذ راح نتطرق لها في عملية الديزاين التصميم. هاي عملية التصميم. زين، هاي كولابس، بورست، انتنشن، هاي اللي هن العوامل اللي تتعرض لها، يتعرض لها المواضيع اللي تتعرض لها الكيسنج. كولابس، انهيار، اذا كان الضغط الداخلي اكبر من الضغط الخارجي، اكبر من الضغط الداخلي، او انفجار يصير بالكيسنج لانه عنده ضغط داخلي. عندي تنشن، عمليه السحب من اربط كيسنج وي كيسنج، وبالتالي هذا الكيسنج وي الكيسنج راح يسبب لي تنشن، شد للكيسنج، ونزله جوه راح يتعرض الى عمليه ضغط، ضغط سائل الحفر اللي موجود. طبعا ما افرغ البير من سائل الحفر، ضغط من نزل الكيسنج، ضغط من الاسفل، وضغط من الاعلى، وراح اربط بايب ببايب، وهذا البايب راح يسبب لي شد، احتمال يسبب لي انهيار اذا ما اختار نوع الكيسنج او الداتا اللي انا موجود مضبوط. زين، فهنا سويتبل سلكشن كيسنج ديبندنت اون ذا كيورس اوف داتا كولكشن ان تيبل 5 2، يعني هذا التيبل الموجود لازم انا احصل على هاي البيانات حتى ابدي انزل وادرس نوعيه الكيسنج اللي راح انزله انا للبير. فملخص الكلام، عندنا انواع من الكيسنج. هاي الكيسنج تطرقنا الى اهميتها، هو اهميتها القصوى هي عمليه عزل الطبقي بين طبقه وطبقه. زين، وبعدين تثبيتها. زين، ولازم توفر لي فراغ معين او دايمتر معين لانزال هاي المعدات، حتى انزل هاي المعدات الى داخل البير حتى ابدي باكمال البير. وعمليه الكيسنج والسمنتنج عمليه جدا ضروريه، لانه بعد اذا نزلنا الكيسنج وسوينا هذا التسميت، بعد من المستحيل اخراجه مره ثانيه او التحكم به. اذا صار بفشل لا سامح الله يسبب انهيار، مثل ما صار باحد الابار في خليج المشيش. زين، الانهيار.
هاي احنا اليوم تطرقنا الى كيسي، اهميه الكيسينج وانواع الكيسينج. بعدين راح نتطرق الى عمليه تصميم عمود الكيسينج، وراح نرسل لكم على